يا الدراري، اليوم جيتكم بحال الفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ما يكونش حاجه اللي ناضي انا ناضي بزاف. اليوم جبت لكم واحد السكريبت اللي ناضي والاغلبيه ديال اليوتيوبرز كيستعملوه. المهم نتوما ما عليكم غير واحد اللايك والسبسكرايب باش الكومنت يكون زوين، ونخليكم مع الفيديو. خوتي كما الفيديو اللي فات كتحتاجوا جوج ديال الابليكاسيون هادو، تلقاو اللينك ديالهم في الديسكريبشن. وانتم غادي تدخلوا لهم، في الاولى تدخلوا على فيرجيال ستار، تفرقوا على ستار صافي. ولي تزيدوا هاديك اتوار كولات اد اب ابليكاسيون ا بي بي، وتزيدوا فري فاير و جيم كارت انا كليك فيها اس. المهم هادشي راه مشروح في الفيديو اللي فات، اللي بغا يرجع صافي. وكتخرجوا كتدخلوا لجيم كارت اللي فين دخلها، راه يطلعوا ليه بحالي دابا اتوار كولا انيوغي وسطانية صافي. مرة نوار كولا زرقا ونخرجوا، ندخل فري فاير عادية. المهم الخوت نرجع لكم من بعد ما ندخل ونشوف الطريقه بدات التركيب ديال السكريبت. المهم الخوت انا نجي دابا من بعد ما دخلنا كنوركو على هاديك الاس اللي كاين الفوق، موراها كنوركو على فري فاير الاولى ولكن مثلث كاين الجناب، موراها كنوركو على ثلاثة النقاط. كنقلبو في الداونلود على السكريبت ديالنا، من لقيتو السكريبت اللين ديالو في الديسكريبشن صافي. هو اللي طلب منكم واحد الكود انا نقلب عليه دابا قدامكم الخوت. ها هو هو هذا، حتى نتوما تلقاه ودير اكزيكيت داي وراه يقول لكم هذا الباسورد. المهم نتوما الخوت تتبعوا الفيديو من اول لاخر تلقاو الباسورد، راه كاينه في الفيديو صافي. ودخلوا الباسورد وديروا اوكي صافي. من الطريقة تلقاو السكريبت ديالكم متأكتيف. المهم دابا ندخلو للأونترينمون ونجربو كيدير السكريبت ديالنا. المهم الخوت أنا جبتكم دابا من دخلنا للأونترينمون، هانتوما كيما كتشوفو دابا السونسيبيليتا ديال عالية ديال تليفوني، يدي شارا اللاك. هانتوما غنجربو السكريبت ميكونش بلاك، يعني تليفوني معامر. المهم هانتوما هادي هي السونسيبيليتا العالية، شفنا نخدمو سنسبيليتي عالية فيها 50K. شو الفرق؟ شو هانتوما شو أحسن من ديال الأيفون ويت بليس، تقدر تبقى تحكم صافي كاع. عرفت دابا تنقص السنسبيليتي ديال الفريفار عا باش تبدا تحكم شوية. المهم الخوت راه نخليكم مع الفيديو، فرجة ممتعة ومتنساوش حط لايك وسبسكرايب وشي كومنت يكون زوين. بيس. Valeu rapaziada que tá chegando agora, pra quem não sabe, meu nome é Xandão. Sou fruto de uma vontade divina e último herói da terra. No final dos tempos deixa comigo. O apocalipse só vai acontecer pros perdedores. Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco desse tal tal super Xandão? Já foi assaltado? Claro que não. Quem que vai ser louco desse tal tal super Xandão? Já foi assaltado? Quem que vai ser louco dessa tal super Xandão? Já foi assaltado? Guarda Xandão. Quem que vai ser louco dessa tal super Xandão? Porque você fala de você mesmo em terceira pessoa? Que é Xandão? Meu Deus, Xandão, a gente vai morrer. Falei, relaxa.